ديال الفندق هو واحد المعنى ديال بكري اللي كان تيجيو ليه الناس بكري، كانوا الناس تبيع البيع او الشرايا والمسائل تيتلاقاو فيه ومن بعد تيتلاقاو الاسواق. ولكن دروكا تغيرت الفندقه، ما بقاش هذاك الفندق اللي كانت عنده المعنى ديال المره الاولى. دابا الناس ما بقاوش دوك الناس اللي كانوا تيجيو بكري بيع او شرايا. دابا هاد الفندق دابا ولا تيتلقى واحد الصدمه، واحد الصدمه ديال الناس اللي متشردين، الناس الناس وعابر اللي تيتعبر من مدينه لمدينه، والوقت ما تطوراتش، كان بكري مطور وكانوا الناس على قد الحال، داكشي اللي جاب الله تيخديو به. اما هاد الساعه ديال دروكا ولا الناس دابا هاد المحل ما عندوش الاعانه ديالو، كانت عنده الاعانه ديالو وكاين واحد التقدم المسائل، الناس ما غادي تغير الفكره ديالها. دابا بالنسبه لمراكش، مراكش هاد الفنادق بقاو قلال، بقاو تينقرضوا حيت عندهم اسباب السلبيات ديالهم وما عندهمش الايجابيات، كاينين السلبيات والايجابيات ما كاينينش. انا بالنسبه لهنا المنطقه هنا اللي تيقول لها باب فتوح هنايا، كانت كلها فنادق، كاع كلها كانت فنادق، بقاو تينقرضوا، بقى دابا ما بقاش، بقى بالنسبه لهاد البلاصه هنا بقى هاد الفندق هو الوحيد اللي هنا، كاع كلشي تطور ولا السياحه والمسائل، هاد الفندق هو اللي بقى بوحدو. وكاين خليط، كاين خليط بوقيته ديال العطل ديال السنويه، تيجيو الناس تيكون تترقى القضيه شويه، من بعد تيمشيو هذوك الناس تتولي عاوتاني الناس السلبيين، ما عندهمش امكانيات، ما عندهمش امكانيات. وحنا نديروا واحد المساعده، بحال تنساعدوا، بحال تنساعدوا، تيكونوا عائلات تيكونوا رجال تيكونوا كلشي. ايوا على حسب، حيت انا كاينين بزاف مراكش اللي ولا تيجيو ليه بزاف، ولا تيجيو ليه الناس المتسولين، والمتسولين ولا تيلجؤوا لهذا الشيء ديال الفنادق. وكاين بعض الديور عاوتاني تاني اللي تيصادفوهم تاني هنا المنطقة، كاين حيت كاين الناس المعيشة ديالتهم ما كاينش من منطقة مراكش، منطقة سياحية، إلا مشات السياحة الناس ديال مراكش على الهامش، هذوك الناس قلال وما بقاوش، كانوا الناس البيع والشراء تيجيو يجي من فاس، تيجي من الدار البيضاء، تيجي من المسائل، ولاو الناس قلالو قلالو، الناس ما بقاوش قلالو، كانوا واحد الوقيتة. ولكن هنا لا، بالنسبة لهذا المحل بحال هكا لا، بحال داك المحل اللي كان ديك الجهه كانوا تيدخلوا لي الفنادق، كانوا تيدخلوا لي البهايم. دابا رجع لك شي ديال الارتيزان، هاد الصوبة واحد الانسان باش ينعس في الزنقه تيجي لهنا تيعطي واحد القدر ديال 10 درهم ولا شي حاجه، وتينعس واحد حدا واحد. وبالنسبه لنا تقدر تكون واحد 20 ولا 30 واحد بالليل، بالليل. وكاين الناس اللي تيشتغلوا في الاسواق في الموقف يخدم ولا ما يخدمش، تيضطر يجي يعطي ديك 10 درهم ولا ديك 15 درهم وتينعس، باش ينعس في الزنقه يجي يعطي لهنا تنستقبلوه هنا تنعطيو المساعده. لا ما المتسولين تيجيو تلقاو معاهم لا مشكل لا والو، تيكون المتسول صعيبير برا، ملي تيجي لهنا تيكون مسالم. لا غادي للزوال، تيبان لي ما فيهش تقدم، ما كاينش تغيير، ما كاينش فيه تغيير، غادي للزوال. كاع كيما نقرضوا كاع جميع الفنانين اللي اختارك الفندق راه غادي ينقرض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.